هل يجوز تعيين الكفار إذا ماتوا بأسمائهم أنهم في النار؟ لا نحكم لأحد بالنار إلا بدليل. من حكم الله عليه أنه في النار كفرعون وهامان وقارون فنحكم عليهم، أما من لم يحكم عليه الله ولا رسول أنه في النار فإننا لا نجزم، لأننا ما ندري ما ختم له به، لا نعلم الغيب، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.